كثير من الناس حينما يستدين من شخص أو يتعاقد مع طرف فإنه يماطل أو يتأخر وقت السداد، فانتبه من المماطلة في أداء الدين رعاك الله. إن إرغام صاحب الحق على التصالح فيرضى ببعض حقه أو ببعض ماله فأنت آثم بهذا الحال، فإذا اضطررته للقبول وأنت قادر على السداد لكنك تلاعبت بالقانون أو تلاعبت بالألفاظ أو نقلت ملكية أصولك وأموالك إلى غيرك هربا من السداد فأنت آثم، فانتبه لهذا الأمر رعاك الله.